فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الهيموريج اند شوك. طبعا قبل ما نبتدي هذا الفيديو لازم تكون متفرج اولا على الارتيريال بلاد بريشر ريجوليشن، لان احنا هنتكلم ازاي نعلي الضغط. فلازم تكون عندك فكرة اولا عن ريجوليشن اوف بلاد بريشر. في البداية الهيموريج او النزيف يتوقف على انت بتفقد كام في المية من البلد، 10% ولا 20 ولا فوق 30%؟ أبوف 30% مش هتقدر تعوض خالص. بس قبل ما نيجي نوصل للنقطة دي عايزين نتكلم عن أساسيات compensatory reactions to hemorrhage، ازاي نعلي ضغط الدم بعد ما كان قليل. الكومبنساتوري رياكشنز قسمتها لكم الى تقسيمتين: شورت تيرم او ايميديت، تعويض سريع، او لونج تيرم، تعويض بطيء هياخد وقت اطول. سواء تعويض سريع او بطيء هنعتمد على الكوركشن على نقطتين مهمين: ازاي نصلح ضغط الدم ونعليه، ودي النقطة الاولى، والنقطة التانية ازاي نتحكم في الفوليوم، الاكسترا سيلولار فوليوم اللي قل ازاي نزوده. طب هنيجي مع بعض في البداية في الشورت تير. عايزك تفتكر معايا البلاد بريشر ريجوليشن، قلتلك لو البلاد بريشر قل البارو ريسبتور ديستشارج هيقل، لان البارو ريسبتور هي تخصص لما الضغط يعلى علشان تقلل. تقولي ماشي، فنركز مع بعض. لما يقل البارو ريسبتور هيحصل العكس، بدل ما كان بيوقف الفازو موتور سنتر، لا ده هو هيشتغل الفازو موتور سنتر. دي نقطة مهمة جدا. وبدل ما كان بيشتغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر، بالعكس هيقف الكاردياك انهيبيتوري سنتر. طيب الفازو موتور سنتر اللي هيشتغل هيعمل فينو كونستريكشن، لانه من اسمه بيضيق الفاسل، هيضيق الفين. فجيت عملت لك سهل، يزود اربع حاجات كررناهم كتير: فينس ريتير و اند دايستوليك فوليوم، ستروك فوليوم، كاردياك اوتبوت. يعني انا هقدر ازود الاربعه دول وفي النهايه يزيد البلاد بريشر. طب خلي بالك ان الفازو موتور سنتر ما بيشتغلش فقط على فين، كمان بيشتغل على ارتري، هيعمل فازو كونستريكشن للارتريولز. طب لما انا ضيق الارتريول هزود التوتال بيريفرال ريزيستنس ويزيد ارتيريال بلاد بريشر. يعني تعددت الطرق والنتيجه واحده، سواء ضيقت الفين وزودت الاربعه دول في النهايه الضغط هيزيد، او ضيقت الارتريول زودت التي بي ار هيزيد ضغط الدم في النهاية. ده مش بس بيضيق الارتريول، كمان بيضيق السكين، ودي مهمة قوي. علشان كده البلاد سبلاي اللي رايح للجلد بيقل، السكين بيبقى بيل، شاحب، بارد، لان احنا عارفين ان البلاد فلو مهم جدا لتدفئة الأنسجة. طالما انت بتقلله فالجلد بقى بارد شوي، عشان كده دايما اللي بينزف تلاقيه حاسس انه سقعان. طيب يعمل ايه على الرينال فيسلز؟ اضيقه. لما انا ضيق الرينال فيسلز هقلل الفلو اللي ماشي فيه اللي رايح للكلى، وبالتالي الكيدني مش هتقدر تعمل فلتريشن كويس،
مش هتعرف تصفي الدم، وفي النهاية هيقل اليورين فوليوم، يحصل أوليجوريا. يعني أوليجو يعني قليل، يعني اللي بينزف سقعان شاحب، ده مهم قوي. ضغطه بيعلى كرد فعل، ويقل اليورين فوليوم. في نفس الوقت السيمباثاتيك هيشتغل. طب ليه؟ هيموريدج دي حالة استرس الجسم بيتعرض إليها، emergency conditions، احنا عاوزين نعوض. وفي نقطة تانية، البارو ريسبتور طالما مش شغال يبقى معنى كده مش هيشتغل الفيجاس كإيفرنت، يبقى بالعكس هيشتغل السيمباثاتيك. فجيت عند السيمباثاتيك وطلعت منه سهمين على الهارت والأدرينال مضلة. على الهارت هيزود الهارت ريت، ضربات القلب هتزيد، هتبقى سريعة جدا. خلي بالك في نقطتين حصلوا في اللي عنده نزيف، البلس بطيء ضعيف لانك فقدت دم كتير. بص، ضعف او بطء النبض ده اللي حصل في البداية. طب ايه رد الفعل؟ عايزين نسرع من ضربات القلب علشان نعوض كمية الدم اللي احنا فقدناه. عشان كده لما تقرأ الكلمتين دول مع بعض ما تستغربش، هما مش عكس بعض. لا، ما قلت لكش rapid وslow او strong weak، انا ما قلتش كده، انا قلت rapid and weak pulse. انت ضعيف او بطيء فلازم تسرع عشان تعوض، دي مهمة جدا. طيب عشان كده لما شرحنا في فيديو البلس من قبل قلتلك في الهيموريج 3D بلس، النبض بيبقى ضعيف ومضطر اغرس صوابعي قوي علشان احسه، ولكن سريع تحت ايدي، اول ما بحسه ايه ده بيجري بسرعة كأنه خيط. السيمباثاتيك كمان بيشغل الادرينال مضلة زي ما احنا عارفين، ودي نقطة أساسية. كاتيكولامينز هتتفرز، الكاتيكولامينز تخليك مش على بعضك، رست لس، وده شيء طبيعي. أنا بنزف دلوقتي يبقى معناه أنا متوتر. اللي بينزف بيعرق، سيمباثاتيك بيشتغل فبيشغل السويت جلانز. اللي بينزف نفسه أو عدد مرات التنفس تزيد، respiratory rate، كل ده نتيجة الاسترس. يبقى احنا تعرفنا ان اللي بينزف pale وcold skin، oliguria restless زائد sweating زائد كمان بيبقى زيادة respiratory rate. عايز اقول حاجة مهمة قوي، بص معايا على المستطيل الكبير اللي انا عامله. هيحصل compensatory فازو كونستريكشن، تقول لي ما احنا شرحناه، فيعلى الدايستوليك بلاد بريشر. ما احنا اتفقنا الدايستول اللي يتحكم فيه هو الفيسل. طب اذا علي الدايستول ايه اخبار البلس بريشر؟ هتقول لي البلس بريشر هو سيستول ماينس دايستول. اذا زاد الدايستول هيقل البلس بريشر، وطالما البلس بريشر قل، طب ما هو ده الاستيمولس الاساسي للبارو ريسبتور ديستشارج. بص معايا، عشان كده عملتها لك سهم بولد اسود، فيقل البارو ريسبتور ديستشارج ويرجع يشتغل الفي ام سي والسيمباثاتيك. كانك في دايره مغلقه من الإصلاح والتعديل. إزاي البارو ريسبتور قل شغله في البداية؟ لأن هيموريج ضغط قل، هو مش متخصص إنه هو يعلي الضغط، لأ. ولما عملنا كومبنساتوري فازو كونستريكشن
وزاد الدايستول وقل البلس بريشر كمان وكمان ما اشتغلش البارو ريسبتور، وفضلنا على كده لغاية لما عملنا كوركش. طبعا دي اول جزئية عندك في الشورت تيرم كومبنساتوري ميكانيزم. بقية الجزئيات عايزك تفتكر تنظيم الضغط وتختار من التنظيم ده ايه الحاجة اللي بتشتغل لما الضغط يقل. يعني اقول لك بيريفرال كيمو ريسبتور ريفلكس، تقول لي اه تشتغل لما المين ارتيريال بريشر يكون اقل من 80 مليمتر مركري، هيشتغل الاورتيك بادز الكاروتيد بادز ويبعتوا اشارات عن طريق الفيجاس وجلوسوفارينجل، شغلوا الفي ام سي ويوقفوا سي اي سي. طيب نيجي للثالثه سي ان اس اسكيميك ريسبونس، تشتغل دول الشورت تيرم النيرفس. طيب الانترميديت كان عندي كابيلاري وارتري لو تفتكر، وقلت لك وقتها هم شغالين على الوشين، تقول لي اه ولو جينا بصينا كابيلاري فلويد شيفت هشرحها. هقول اذا قل ضغط الدم الكابيلاريز هتعمل ري ابزوربشن، تسحب الميه من التيشو للكابيلاري مره تانية علشان تعلي البلد بريشر، ده اساسي عندي. طب نيجي للارتري، كان عندي ستريس ريلاكسيشن، ينفع اقولها؟ تقولي لا، ان ستريس معناه زاد ضغط الدم ادى الى ريلاكسيشن، ده رد فعل نقلل ضغط الدم. احنا كلامنا النهاردة عن هيموريدج، يبقى لازم ريفيرس ستريس ريلاكسيشن. طيب اخبار الكيدني، طبعا الكيدني هتتقال مع اللونج تيرم ريجوليشن، بس مش عايزك تنسى الانجيوتنسين 2 والانتي دايوريتيك هرمون. طب نخلي بالنا، طيب لو انا بتكلم على لونج تيرم ريجوليشن عايز انظم الهيموريدج، يعني اعلي الضغط على مدى بعيد، محتاج دور الكيدني، ودي مهمه قوي. هتشرح الرينين بيعمل ايه، بيحول الانجيوتنسينوجين من الليفر لانجيوتنسين 1 اللي يتحول بالانجيوتنسين كونفرتينج انزيم لانجيوتنسين 2، وتشرح الاكشنز اوف انجيوتنسين 2، فازو كونستريكشن ده اول حاجه، ستيمولييت سيرست سنتر مركز العطش، الاي دي اتش الالدوستيرون، وانهيبيتس اتريال ناتريوريتك بيبتايد. طب يبقى اذا انا اتكلمت ازاي اصلح الضغط القليل سواء شورت تيرم او لونج تيرم. طب عايز اركز دلوقتي على جزئيه كوركت ديكريز فوليوم، الفوليوم قل انا عايز اعليه. فاكر لما شرحت في جدول المقارنة بين الشورت تيرم واللونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر، قلت لك ان اللونج تيرم معني اساسا بالكوركشن اوف اكسترا سيلولار فلويد فوليوم، يرجع الميه للدم والصوديوم للدم. طب هنا لو بصينا هنلاقي هنركز على ثلاث نقاط، بلازما فوليوم، بلازما بروتينز، وريد بلاد سيلز. ازاي اعوض الفوليوم اللي انا فقدته؟ شورت تيرم كابيلاري فلويد شيفت. كابيلاري فلويد شيفت طالب يقول لي انت قلتها في الانترميديت ريجوليشن، اقول لك اه، تقول لي طب ما دي بتاخد ساعات، ازاي حطيتها شورت تيرم مقارنة باللي هياخد ايام، تعتبر انا اسرع منه، عشان دي نقطة تبقى مهمة. هنا البلازما فوليوم على اللونج تيرم او المدى البعيد
restored يرجع تاني كمكان باي سيرست و ADH. عين ده بيعطش بيشرب مية كتير انتي دايوريتك هرمون هيقدر يعوض الووتر فوليوم من نص يوم الى 3 ايام 12 ساعة ل 3 ايام. طيب انا عاوز اعوض البلازما بروتينز. طالب يقول لك طب ازاي؟ هقول له ان البلازما بروتينز فيها البيومين، والالبيومين اخدنا قبل كده في فيديو البلد ده ليه اوزموتيك بريشر بيمنع خروج البلازما الزياده من الكابيلاري الى التيشو، قوه شفط. طب ما انا عاوز احافظ على الالبيومين ده، عايز احرك الليفر بروتين الى البلازما، عايز احرك الالبيومين للبلازما. ده شورت تير. هتقولي طب انت الموضوع ده ياخد وقت، ده لو انت عاوز تصنع البيومين من الليفر. يعني الهيباتيك سينثيسيس ياخد من 3 الى 4 ايام، التصنيع ياخد وقت، فهعتبره لونج تير. مقارنة لو الالبيومين اساسا متصنع وموجود عندي وعايز انقله بس من الليفر الى الكابيلاري بورز، وقلنا قبل كده البيومين اكت از ا جارد، انا الحارس على بوابه الكابيلاري. تمام. النقطه الثالثه، الريد بلاد سيلز تعوضها ازاي؟ السبلين هو مخزن لكرات الدم الحمراء وكلنا عارفين كده، قلناها في الاوتونوميك. سبلين supplied only by sympathetic. وهنا بقى نركب الاحداث مع بعض. السيمباثيتك سبلاي للسبلين، والسيمباثيتك بيشتغل في الهيموريج لانها طوارئ emergency condition. طب لو عملنا سبلين contraction هنخرج الريد بلاد سيلز، والريد بلاد سيلز مهمه جدا. طيب امتى نتاخر؟ لو عاوزين نزود الاريثروبويتين، يعني عايزين الموضوع من بدايته. لا ده احنا هنشغل الكيدني تصنع اريثروبويتين، والاريثروبويتين ده يشتغل على الستام سيل في البون مارو ويحولها في خط انتاج ماتيور ريد بلاد سيلز. كل ده بياخد وقت معانا، ده ياخد من 4 إلى 8 أسابيع. وارجع تاني واقول لك لونج تيرم مقارنة بالشورت تيرم. يعني طالب يقول لي 4 أسابيع دي تعتبر لونج، ما انت قلت في اللونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر تاخد شهور وسنين. المقارنة دايما حسب اللي قصادي. انت بتقارن ايه بايه؟ هل انا بقارن ايام بساعات؟ لو انت بتقارن كده يبقى الايام ده لونج تير، بدليل بص من نص يوم لتلات ايام او تلات ايام لاربع ايام في الريستوريشن والتعويض اعتبرتها لونج تير. كده عرفنا كومبنساتوري رياكشنز للهيموريج، سواء الشورت تيرم اللي هو الاميديت او اللونج تيرم، كوركت البلاد بريشر ديكريز وكوركت الفوليوم القليل. نيجي دلوقتي بقى للنقطه الثانيه وهي الشوك، الصدمه. التيشو متعوده دايما يوصل لها بلاد فلو كافي، لو ما وصل لهاش هسميها تيشو اندر بيرفيوجن، معناه تدفق الدم قليل. تعال نفكر بشكل منطقي ونرتب الأحداث من تحت لفوق. دلوقتي أنا التيشو بشتكي إن البلاد فلو اللي رايح لي قليل، يبقى أول سبب قد يكون هناك نزيف، أنت فقدت الدم
او فقدت اكسترا سيلولار فلويد لاي سبب. عشان كده اول سبب هيموراجيك شوك. وعايزك تتامل معايا نقطه مهمه، دايما الكلمه الاولى قبل شوك هي السبب، وشوك هي النتيجه. هيموراجيك شوك يعني الهيموراج الذي ادى الى حرمان التيشوز من الدم. طب الهيموراجيك شوك ده ايه اسبابه؟ هيموراج من التسميه، او بيرن اتحرقت فقدت بلازما، سيفير فوميتنج وده مهم جدا، القيء الزياده، او دياريا الاسهال الزياده. طيب في الحالات دي كلها هيموراجيك شوك، سموها في المراجع اسم تاني كولد شوك. انا مش قصدي الشوك البارد، لا قصدي التيشوز وصل لها دم قليل، يبقى مفيش تدفئه للانسجه، فجلدك بارد تسقعان، كولد شوك. وده مهم جدا، دايما فايده البلد هو الورمينج، يبقى ده السبب الاولاني. طب ما انا عندي سبب تاني، قد يكون البلازما فوليوم او الاكسترا سيلولار فلويد سليمه، لكن المشكله الاساسيه فيك يا فين، مش انت المسؤول عن الفينس ريتر؟ تقول لي اه. طب ايه مشكله الفين؟ الفين ما قدرش يضيق، ما هو الفينو كونستريكشن هو اللي بيزود الفينس ريتر. وكل اللي بيسمعني دلوقتي ما تتلخبطش، انا بتكلم عن الفينز بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، مش بتكلم على الفينا كيفا، لا انا بتكلم على اللي هيطلع الدم للفينا كيفا. اذا هو دايليتد، دايليتد دي مشكله. ليه؟ لان انت لو واسع المين سيركيولاتوري بريشر عندك قليل، فمفيش بريشر جريدينت بينك وبين الفينا كيف، فيقل الفينس ريتير، يقل الاند دايستوليك فوليوم، ستروك فوليوم، كاردياك اوتبوت يقل، ضغط الدم يقل، الفلو اللي رايح للتيشو تدخل في شوك. طب عشان كده سموا نوع الشوك ده لو ريزيستنس، يعني مقاومة الفين قليلة للدم. الفين واسع، ما هو أي حاجة بتوسع شيء طبيعي هتبقى له ريزيستنس. سؤالنا بقى، إيه السبب؟ إيه اللي عمل فازو دايلاتيشن؟ عندي تلات احتمالات، يا إما ايموشنز، ودي شرحناها الفيديو اللي فات، اشتغل السيمباثيك فازو دايليتور سنتر، شفت منظر دم قدامك اغمى عليك، دي حاجة نيوروجينيك، شغل عصبي بحت، او ان انت فقدت الفازو موتور تون. هتقولي يعني ايه؟ الفازو موتور سنتر بينزل سيجنال لللاترال هورن سيل في السباينال كورد، تخيل لو اتقطعت الاشارات دي، او السباينال سيجمنت اللي فوق السيجمنت اللي مفروض تستقبل الاشاره باظ. يعني انا عندي سيجمنت اهو وسيجمنت تحته، السيجمنت اللي فوق ده اتقطع، كانك قطعت الطريق بالعرض. طب السيجمنت ده هيوصل له ازاي السيجنال؟ انت قطعت الفايبرز، خلاص فقدت الفازو موتور تون، وده معناه ان السباينال سيجمنت الفقره او الجزء ده حصل فيه تهتك قطع، فسميها سباينال شوك. سباينال شوك مش معناها صدمه في السباينال كورد، لا معناها قطع للسباينال كورد ادى الى حرمان التيشوز من الدم، او عندي انتيجين انتي بودي رياكشن، انتيجين تفاعل مع انتي بودي طلع لي هيستامين
بشكل كبير جدا. الهستامين عمل لي تفاعل غريب اسمه انافيلاكتيك شوك. انافيلاكتيك شوك، خلي بالك الانافيلاكسز هو تفاعل حساسية مبالغ فيه، تعددت الطرق والنتيجة واحدة، الفين واسع، فقد القدرة على الفينس ريتر. في المراجع وكتب الفسيولوجي بتاعت الطلبة قالوا ان اللو ريزيستنس ليه تلات اسماء اخرى. الاسم التاني فازوجينيك شوك، حتى انا مبروزه فازوجينيك، معناها المشكلة جينيريتد، متولدة اساسا في الفين، العيب عندك يا فين، دي نقطة مهمة. الاسم الثالث ديستريبيوتيف شوك، هناك مشكلة في التوزيع. هو مين اللي بيطلع الدم للهارت؟ ما هو الفين، فشل في التوزيع لانه واسع قوي ما قدرش يضيق. الاسم الرابع وورم شوك، وهنا تستغرب قوي ازاي وورم، ما هو الفين الواسع هيبقى مزود البلد في المكان اللي عنده اتساع الفين، يعني الفين واسع قوي يبقى التيشو في المكان ده وصل له دم كفاية. انا بتكلم على التيشوز جنرال هتتحرم، لكن التيشو في مكان اتساع الفين وصل له دم يدفيه، فهسميها وورم شوك. خلي بالك ده عكس كلمة كولد شوك اللي حصلت مع الهيموريج، فالطالب الشاطر ياخد باله ان اللو ريزيستنس لتلات اسامي تانية، فازوجينيك هي ديستريبيوتيف هي وورم شوك. يبقى ده السبب التاني. السبب التالت اكسترا سيلولار فلويد فوليوم طبيعي ما فقدتش دم، والفين طبيعي بيزود الفينس ريتير. الله، امال دلوقتي التيشوز اتحرمت من الدم ازاي؟ المشكله في الهارت كارديو جينيك، المشكله جينيريتد فيك يا قلب، عندك هارت فيلير. الترايكاسبيد فالف مثلا ضيق، فالدم بيتجمع في الرايت اتريوم، بريشر عالي في الاتريوم، فعلي في الفينا كيفا، فقل البريشر جريدينت بين الفينا كيفا والمين سيركيولاتوري بريشر، انت زودت السنترال فينس بريشر. انا زودته، فقل الفينس ريتيرن، خلاص العيب مش في الفين. يبقى اذا ده كارديوجينيك شوك. بص معايا، في انواع تانية، سيبتيك شوك، لو سيفير بكتيريال انفكشن بيطلع توكسينز مواد سامة. المواد السامة تعمل ثلاث حاجات، فازو دايلاتيشن. طالب يقول لي استنى، فازو دايلاتيشن يبقى معنى كده لو ريزيستنس شوك. بص انا بشاور لك اهي، لان السيبتيك شوك هيعمل لي تشكيلة من الشوك الاخرى، يعني هو يتضمن لو ريزيستنس شوك. بص، هيزود الكابيلاري بيرميابيليتي، بمعنى هيفضي الكابيلاري من البلازما، يعني الفوليوم اوف بلاد في الكابيلاري قل. ايه ده؟ ده هايبو فوليميك شوك، هايبو فوليميا. الحاجة التالتة، التوكسينز هتأثر على الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج بتاعت الهارت، يبقى كارديو جينيك شوك. يبقى الطالب الشاطر يقول لي سيبتيك شوك انكلودز التلات انواع الاولانيين حضرتك شرحتهم، فيها من الهايبوفوليميك ولو ريزيستنس وكارديو جينيك، كل كلمة عملها التوكسين ادى الى نوع من الشك. طيب النوع الخامس
تروماتيك شوك. تروماتيك ده لو واحد دهسه قطر او عربيه مشيت عليه عملت له كراش انجوري، سحقته تماما. طبعا السحق ده هيخليه يفقد بلازما يبقى هايبو فوليميك، السحق ده يبقى نيوروجينيك شوك، ده شيء طبيعي. اذا لما شفت منظر الدم قدامك اغمى عليك، بالك لو وقعت وعربية او قطر دهستك، ده يشمل النوعين دول. نفس الكلام السيرجيكال شوك. سيرجيكال جراح بيعمل عملية وقطع فيسلز او حاجة، شيء طبيعي هيقلل الفوليوم اوف بلازما وبرضو نيوروجينيك شوك. عايز اقول لك حاجة، اللي يفرق انواع الشوك دي ببعض سنترال فينوس بريشر اللي زاد فقط في الكارديوجينيك شوك. في ان بي مهم، ملاحظة عايز اقولها لك، ضغط الدم مش مقياس جيد للبروجريشن اوف شوك، وهنقول الكلام ده دلوقتي. يعني انا دلوقتي عايز اعرف ايه مصير الشوك، هل يا ترى هنقدر نعوضها؟ ضغط الدم اللي قل ده اقدر اعوضه؟ هسميها compensated، ولا مش هقدر اعوضه دي compensated، ولا مهما عملت نقلتلي كياس دم عملت اللي عملته الحالة refractory او resistant للعلاج. ده اللي هيدخلنا في الجزئية دي، course of shock، course او fate، ما هو المصير. البداية non progressive، الحالة لن تسوء لن تتطور للأسوأ، هنعوضها compensated shock. فطالب قال طالما compensated بالظبط زي حالة الهيموريدج correction of low blood pressure، اقول له بالظبط، يقل البارو ريسبتور ديستشارج وتشرح، يشتغل البريفرال كيمو ريسبتور وتشرحها، سي ان اس اسكيميك ريسبونس تمام، كابيلاري فلويد شيفت، ريفيرس ستريس ريلاكسيشن، واشرح الرينين انجوتنسن سيستم. كل الكلام ده ماشي جدا معايا. طيب عشان كده فكرة الكومبنسيتد زي ما شرحنا في الانترودكشن زمان، نيجاتيف فيدباك، الريسبونس از انتاجونيستيك، عكس الاستيمولس، عكس الفعل. الضغط قل لكن الريسبونس زودناه. الكومبنساتوري ميكانيزمز زي الهيموريج، بس انا حبيت ان انا اسهلها لك وان انا اعملها لك بحرف سي كبيرة. عايز تفتكرها؟ افتكرها اي بي سي. ازاي؟ ايه ادرينالين وانتي دايوريتك؟ اتنين ايه هيشتغلوا واحنا عارفين ازاي. بي بارو ريسبتور ريفليكس تكتب ديكريز ديستشارج. السي كبيرة تشمل كيمو ريسبتور ريفليكس اللي هو البريفر، سي ان اس اسكيميك ريسبونس، كابيلاري فلويد شيفت، وكونستريكتورز. دايما الطالب الشاطر يكون عنده سكيما واي ازاي افتكر الكلام. طب كده كلام جميل. طب احنا عندنا نوعين تانيين، الدي كومبنسيتد والإرريفيرسبل. طبعا قبل ما نيجي نقول النوعين دول، عايز اقول لك حاجة، الشوك بيعمل سيليولر ديتيريوريشن، بيبوظ في السل وبيخرج كيميكال سابستنس زي اللاكتيك اسيد. بيخرج اللاكتيك اسيد ده بيأثر على الميتوكوندريا، تلاقي عملت لك سهم لتحت، جلوكوز ميتابوليزم هيقل،
والميتوكوندريا اللي هي مصنع الـ ATP. وطالما أنا ما بصنعش ATP يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب اكتيفيتي هتقل. كلنا معتمدين على الطاقة اللي قلت. خلي بالك هيخرج الهستامين السيروتونين وتيشو انزيمز وتيومر نيكروزيس فاكتور. تمام، نيجي دلوقتي بقى على اهم نقطة وهي بروجريسيف او دي كومبنسيتد شوك. عايزك تركز معايا في المربعات والمخطط ده. عايز اقولك المشكلة جت منين. انا دلوقتي البلاد بريشر قل كاستيمولس، كان المتوقع ان ضغط الدم يزيد، نعمل كومبنساتوري رياكشنز، ولكن فشلنا في ده. ضغط الدم قل كريسبونس، يعني انت دخلت في بوزيتيف فيدباك، ولكن للاسف السيء. الدايره المغلقه الفيشيس سيركل، الضغط بيقل ويقل كمان، مش قادرين نعوضه ونكسر الدايره دي. ايه اللي حصل؟ عايزك تتتبع معايا 13 نقطه. ال 13 دول هيقول لك المشكله كل شويه بتتفاقم ازاي. دلوقتي البلاد بريشر قل، السهم الاول هيقل البلاد فلو. تقول لي ماشي، طب لما البلاد فلو يقل، بص معايا بقى على السهم رقم 2، مش هيشتغل الفازو موتور سنتر. هتقول لي طب استنى يا دكتور شويه معايا، انت قلت لنا في السي ان اس اسكيميك ريسبونس ان الاسكيميك نيورونز اوف فازو موتور سنتر هتشتغل، وهيشتغل البريسور اريا بتاعته، ده الكلام اللي انت قلته، فيعلى الضغط. لكن هنا ما قدرناش، البريسور اريا بتاعه الفي ام سي ما اشتغلتش، فالفازو موتور دخل في فيلير، انا فشلت. طيب وطالما فشلت، بص معايا بقى السهم الثالث، هيحصل فينو دايلاتيشن، بدل ما الفين يضيق بالعكس الفين وسع. طب ولما الفين وسع، بصوا معايا على الخطوه الرابعه اهي، حصل ايه؟ راح للهارت، وده مهم قوي عشان يقلل الفينس ريتيرن اند دايستوليك فوليوم ستروك فوليوم كاردياك اوتبوت، يقل الضغط. بص الريسبونس بيقل الضغط. طيب بص على النقطه الخامسه، البلاد فلو قل، ما ده محور الاحداث. سام الخامس، هيزيد اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد يبوظ الاكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج بتاع عضله القلب. عشان كده طلعت لك سهم كتبت عليه 6 انهبيت ظهرت. تعددت الطرق وبرضو النتيجة واحدة، الهارت في النص، ده احنا بنوقفك من الفينو دايلاتيشن اهو، تمام، او نوقفك عن طريق اللاكتيك اسيد. الاسيد كمان بيبوظ الريسبيراتوري تشين او الاكسيديتيف انزيمز جوه الميتوكوندريا، والميتوكوندريا ده مصنع الاي تي بي، فالهارت يبطل يطلع اي تي بي، يبطل يطلع اي تي بي. طب ما هو الكروس بريدج سايكلينج مبني في البندنج والديتاتشمنت على الاي تي بي، وريلاكسيشن مبني على الاي تي بي، ده انت وقفت كل حاجه. طيب يبقى احنا كده قلنا 1 2 3 و4 وادي 5 و6. نيجي لسبعة، بلاد فلو لما يقل يا ترى يحصل كلوتينج ولا لا؟ ارجع لفيديوهات البلاد السابقة. انا قلت ايه؟
قلت ليه في الطبيعي دمنا ما بيتجلطش؟ لان الدم ماشي بسرعه كافيه بتخفف الكلوتينج فاكتورز، هنا البلد فلو قليل، معنى كده ان هيبتدي ينشط الكلوتينج فاكتورز ويزداد التجلط، وسميها disseminated، دي disseminated منتشر، اي انترافاسكولار جوه الاوعيه الدمويه، سي كواجيولوباسي انتشار الجلطات في الاوعيه الدمويه، كل الفيسلز اتسدت، دي اي سي او هايبر كواجيولابيليتي، ده منتهى الخطوره. طب نيجي الرقم 8، لما البلاد فلو بيقل دي مشكله على البنكرياس. ليه؟ وجود بلاد فلو كافي عامل ان اكتيفيشن للتريبسينوجين، انا عاوز اقلل من نشاط التريبسينوجين، لانه لو نشط، بص بقى الخطوه التاسعه، هينشط التريبسين بسبب نقص الفلو. بص العشرة، اوتو دايجست البنكرياس، تريبسين هيهضم البنكرياس هياكله. طب ولما ياكله؟ الخطوة الحداشر، ريليز ام تي اف، ده اختصار مايوكارديال توكسيك فاكتور. على فكرة المادة الكيميائية اللي هتخرج من البنكرياس محدش عارف اسمها، لكنها اتسمت بوظيفتها باللي هي هتعمله. المادة دي تروح للهارت، انهبت اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، كأني بسمم عضلة القلب، يعني الهارت ده وقف بكذا طريقة، من البنكرياس، من الفينو دايلاتيشن ما اشتغلش، من اللاكتيك اسيد، كأن الهارت يوجه اليه كل الاسهم علشان ما يشتغلش، وده مهم جدا. طيب يبقى دي الخطوة ال 12. النقطة ال 13 بعد ما شرحنا كل ده هيقل البلاد بريشر. عشان كده قلت لك في المربع جملة مهمة، الأرقام تعبر عن ترتيب الأحداث، احنا بنرتب الأحداث بشكل مهم، ده الفكرة الأساسية بتاعتي. طيب ايه اخبار بقى ريفراكتوري شوك؟ ريفراكتوري شوك دي الحالة الأسوأ، الأسوأ بقى، انت فقدت اكتر من 30% من دمك، اكتر من التلت. طالب قال طب وايه المشكلة؟ ما نحط له، نعلق له كيس دم. اقول لك كيس الدم 500 مللي، طيب هنعلق له كيس تاني. الفكرة مش في كده، فكرة ان الحالة بتتدهور بسرعة، مش هتلحق تعوضه، خلاص سكة اللي يروح ما يرجعش. بص بقى معايا في الريفراكتوري شوك، رسمت لك ثلاث رسومات، ارتريول كابيلاري فينيول، وهنا جيت قلت في اول حاجة، بص معايا، ده اسمه بري كابيلاري سفينكتر، المحبس اللي بين الارتريول والكابيلاري، والمحبس ده بوست كابيلاري سفينكتر بعد الكابيلاري بينه وبين الفينيول. في البداية دي حالة ستريس، انا بفقد تلت دمي، يا نهار ابيض، لتر ونص تقريبا، قرب 2 لتر، فالسمباثيك شغال جامد كإمرجنسي، عمل ايه؟ قفل البري والبوست. علامة الاكس دي معناها الباب مقفول، قفلت الاتنين سفينكترز. لو انا هايبوفوليميك او كارديوجينيك شوك، قفلت الاتنين. طيب الخطوة التانية، انت قفلت البري كابيلاري سفينكتر، حصل سيفير هايبوكسيا، هايبوكسيا شديدة جدا في المكان ده،
فاتجمع قبل الباب ده، يعني الباب اللي اتقفل اتجمع قبله ميتابولايتس زي الكربون دايكسايد لاكتيك اسيد، عارفين ان الميتابولايتس هتوسع، فهي اللي وسعت البري كابيلاري، فجيت فتحت البري. شايف علامه الاكس في الخطوه الثانيه، الرسمه الثانيه مش موجوده، وما زال البوست كابيلاري سفنكتر مقفول. تمام، تعالى بقى للرسمه الثالثه. البوست كابيلاري سفنكتر فتح وتجمع الباكد ريد بلاد سيلز والكلوتس الصغيره الجلطات الصغيره، وسدوا البالمونري فيسلز. ازاي؟ ما هو انت هنا هتجمع الكلوت في الفينيولز، تطلع بالفينس ريتير الى الهارت، ويا ريتها ما طلعت، راحت للرايت اتريوم، نزلت للرايت فنتركل، ثم بالمونري ارتري، وسدت الشريان الرئوي، بالمونري امبوليزم. عشان كده كان زمان في بيت شعر يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، وهو ده اللي حصل. يعني انت بتقول فقط تلت دمي، وانا مهما عوضتوني مفيش مشكلة، ده كمان عندك انسداد في البالمونري ارتري. تقولي طب وليه يموت؟ ما هو البالمونري شايل دي اوكسجينيتد بلاد، الدم ده مش هيروح للرئة علشان يبقى اوكسجينيتد. تقولي اه، وبالتالي مش هيتوزع للليفت اتريوم ليفت فنتركل، وبالتالي الاورطة مش هيوصل لها الاكسجين، والبرين مش هيوصل له الاكسجين، فيحصل هايبوكسيا عنيفة، والبرين لا يتحمل نقص الاكسجين 3 دقايق. فاكر لما شرحنا سيريبرال اسكيميك او سي ان اس اسكيميك ريسبونس؟ قلت لك دي المحاولة الاخيرة لانقاذ البرين نيورونز فروم ذس. ايوه دي محاولتي الاخيرة، يا تلحقني يا ما تلحقنيش، فهنا كلام في غاية الخطورة. طيب نيجي بقى للجزء الاخير، اورجان فيلير، الكورس اوف شوك. يا ترى مع الشوك الاورجانز اللي هتتأثر مين هما وايه نتيجة تأثيرهم؟ الليفر هيقل الميتابوليزم بتاعه. الليفر هو مطبخ الجسم، فيه كربوهيدرات فات بروتين ميتابوليزم، يصنع بلازما بروتين، ده كمان الدي توكسيفيكيشن مش هيحصل. المعروف ان الليفر بيحول الامونيا الى ليس توكسيك كومباوند. طب لو الليفر بايظ، الامونيا تعدي بلاد برين بارير، توصل للمخ وتعمل غيبوبة، تفقد وعيك، غيبوبة كبد، الكدني سيفشل، رينال فيلير، مفيش فلتريشن اساسا علشان نتكلم عليه. الرينال فيلير بيحصل باسباب تانية، بيرن شوك، ما هو انت لو اتحرقت هتفقد بلازما، يبقى الدم اللي رايح للكدني هيقل، رينال فيلير. كراش انجوري، تخيل وقعت على الارض وعربية مشت على الكلى بتاعتك، خلاص حصلها تهتك عنيف، او سبسز، التوكسينز اللي بتطلعها البكتيريا عملت فازو دايلاتيش. تخيل الاورطة بقت واسعة، الضغط قل في المصدر، طب ما هو الاورطة هو اللي بيوزع الدم للرينال ارتري، شريان الكلوي، فالكدني يوصل لها دم قليل، فتدخل برضو في فيلير. ارجع اقول نفس الجملة دي اللي بكررها من بداية الفيديو، تعددت الطرق والنتيجة واحدة، يعني الكدني فشلت بثلاث طرق، والهارت فشل بثلاث طرق في دي كومبنسيتد شوك. تعال على اللنج، هيقل البرونكيال فلو،
فيحصل respiratory distress syndrome, acute respiratory distress syndrome, مش قادر تاخد نفسك. البلمونري بقى فيها جلطات صغيرة اسمها امبولاي, فمش قادر تاخد نفسك, خلاص مفيش اكسجين كافي. او بلمونري ايديما, ايديما مية في الرئة, كل دول يؤدوا الى respiratory distress, يعني مش قادر اخد نفسي لتلات اسباب: قل البرونكيال فلو, او جلطات صغيرة, او ايديما. طب ايه سبب الايديما؟ البيومين قليل. طب ليه الليفر مش شغال؟ شوف العلاقة بين الليفر واللنج, زي ما قلناها قبل كده في الانجوتنسينوجين سبستريت خارج من الليفر, وازاي ان اللنج كونت انجوتنسين كونفرتينج انزيم يحول انجوتنسين 1 الى 2. عايزك تتامل في عظمه ربنا في تثبيت مبدا: اللنج مش شغاله لتلات اسباب, والكيدني مش شغاله لتلات اسباب, والهارت مش هيشتغل لتلات اسباب. عشان تفتكر الكلام ده كويس جدا, طبعا السيرفكتنت كمان هيقل. السيرفكتنت مهم جدا انه يقلل السيرفس تنشن للووتر لايننج الالفيولاي, ويخلي دايما في اير موليكولز في مركز الالفيولاي, يمنع جزيئات المية اللي في الول انها تغرق الرئة. ده مهم جدا لازم نكون عارفين. سيرفكتنت عشان يشتغل عايز بلاد فلو, لانه كان بيتصنع من التايب 2 الفيولار ايبيثيليال سيلز, محتاج اكسجين ودم. الانتستين هيتكسر الانتستينال بارير, وبالتالي البكتيريا تعدي تعمل سبسز, صديد وانفكشن. الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده جزء من جهازنا المناعي, انا بتكلم على النيوتروفيلز. هل النيوتروفيلز هتقدر تشتغل؟ لا, مش هتقدر تعمل فيجو سايتوزيس, يعني البكتيريا بتزيد ووسيلة الدفاع ضدها مش شغالة, يبقى برضو النتيجة واحدة: سيبسيس اند انفكشن. خلي بالك لما انا جيت عملت لك المشترك ده معناه الاتنين سيؤدوا الى نتيجة واحدة: وجود عدو وجيش الدفاع مش موجود. ولكن في النهاية هذا المربع الهام brain and heart spared for a long time, اهم اتنين vital organs عندك ربنا بيحافظ عليهم لاطول فترة ممكنة, على الرغم ان الفلو بيقل 75% في بقية الأورجانز. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالنقاط الرئيسية. كلمنا على الهيموريج كومبنساتوري ميكانيزمز إميديات شورت تيرم ولونج, إزاي نصلح اللو بلاد بريشر وإزاي نصلح الفوليوم القليل. كلمنا على الشوك أسبابه, على 6 أسباب للشوك وإزاي نفرقهم: الهيموراجيك, اللو ريزيستنس, كارديوجينيك, كلمنا عن السبسز, التروماتيك وسيرجيكال شوك, كلمنا على نتيجة الشوك كومبنسيتد, دي كومبنسيتد معرفناش نعوض ب 13 نقطة عملناها بالأسهم, كلمنا عن الريفراكتوري أو الريفيرسيبل شوك, سكة اللي يروح ما يرجعش, والتلات رسومات البري والبوست كابيلاري سفينكترز كانوا مقفولين في الأول. رسمة التانية اتفتح البري ما زال البوست مقفول. الرسمة التالتة اتفتح البوست كابيلاري وياريته ما فتح, أدى إلى بالموناري إمبوليزم. النهاية كورس أوف شوك أو أورجان فيلير.
الليفر مش هيشتغل، الكيدني مش هيشتغل لتلات اسباب، واللنج مش شغاله لتلات اسباب، والهارت ما اشتغلش لتلات اسباب، والانتستن والار اي اس النهايه سبسس وانفكشن، وربنا بيحمي البرين والهارت لاطول فتره ممكنه على الرغم من نقص الفلو 75% في بقية الأورجنز. كان معاكم في النهاية دكتور محمد فايز.